ظل التغير المناخي اللي كيهدد ظروف الحياة ديالنا وحياة العديد من الكائنات الحية والأنظمة البيئية، كيساهم الإنتاج الصناعي للحيوانات بشكل كبير في هذه الأزمة، وكيتسبب في أكثر من 14% من انبعاثات الغازات الدافئة الناتجة عن النشاط البشري. بالإضافة لكونه كيعتمد على زراعة الأعلاف اللي كتستنزف كمية مهمة من الماء. هذه الطريقة ديال التربية الكثيفة للحيوانات مدمرة للبيئة ديالنا، وخاصنا نقلبوا على بدائل أكثر استدامة. لهذه الغاية يمكن نستلهمه من التاريخ ديال إنتاج الغداء في منطقتنا، ونتعرفوا على أنظمة الرعي التقليدية اللي هي عمود الإنتاج الحيواني الموسع في مرتفعات شمال إفريقيا. المنطقة ديالنا عندها ارتقاء في رعوي غني عمره آلاف السنين. كانت مرتفعات الأطلس تاريخيا ملجأ غني بالموارد بالنسبة للمجتمعات الرعوية، وفي سياق المنافسة الحادة بين مختلف المجموعات الرعوية على الموارد النادرة، تطورت منظومات رعوية معقدة ومتداخلة مع البنيات الاجتماعية والاقتصادية ديال المجتمعات اللي تتعيش في هذه المرتفعات وكتستغلها. هذه المنظومات كتحكمها قواعد عرفية كتنظم الولوج للمراعي وكتحدد المجموعات اللي عندها الحق تستغلها. نظام أجدال الرعاوي ظهر في المغرب في أواخر القرن 16 وبداية القرن 17، في الوقت اللي عرف بجنوب المغرب الحالي أحداث جفاف متتالية وكارثية. أجدال هو نظام تسيير المراعي كيعتمد على إتاحة فترة راحة بيولوجية للمراعي خلال مراحل تكاثر الأنواع النباتية ديالها، والهدف هو الحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي للمراعي. كيتحدد موعد لإغلاق المرعى وكيتمنع الولوج ليه بشكل مؤقت حتى الموعد فتح المرعى بعد ما كتسالي مرحلة الإزهار، وكيتجدد مخزون البذور في التربة. وهذا الشيء ممكن بفضل عدد من الممارسات المتكاملة، بحال استغلال دائري المرعى بالنسبة للقطعان المرتحلة ما بين السهل والجبل، ولا بين مراعي السفوح الجنوبية ومراعي السفوح الشمالية ديال السلسلة الجبلية، ولا التكامل بين الأنشطة الزراعية والرعوية بالنسبة للمجموعات الزراعية الرعوية الهجينة، وكذلك بالاعتماد على اتفاقيات رعوية بين مختلف المجموعات الرعوية باش يستافدوا من المراعي ديال بعضهم بشكل متبادل. المستعملين أو ذوي الحقوق ديال هاد المراعي كيسيروها بشكل أفقي عن طريق مجالس كتسمى الجماعات أو أجموع، اللي كيترأسها شخص كيتسمى أمغار نتوكا اللي كتعني شيخ العشب، أو أمغار نيكدلان أي شيخ المراعي. بفضل هاد الأنظمة التقليدية تمكنت المجتمعات الرعوية باش تحافظ على المراعي ديالها والتنوع البيولوجي ديالها في ظل ظروف مناخية متقلبة وتساقطات مطرية يصعب توقع مواعيدها وكميتها. هاد الأنظمة الرعوية طورت في ظل تحمل هاد المجتمعات المسؤولية تسيير الفضاءات الرعوية ديالها والحفاظ عليها. واحتلال الفضاءات شاسعة متنوعة مكنتهم من تجنب الضغط الرعوي على المراعي والتسبب في التدهور ديالها، وأيضا في ظل إمكانية التنقل ديالهم لمسافات طويلة دون مساطر وقيود بيروقراطية. الآن في ظل التغير المناخي اللي سبب ديالو المنظومة الاقتصادية اللي كتحكم إنتاج الغذاء ديالنا، ولا صعب التنبؤ بالتساقطات المطرية في المدى المتوسط والبعيد خصوصا في المنطقة ديالنا، مواعيد وإمكانية نمو المحاصيل الزراعية والنباتات الرعوية أصبح متقلب وغير متوقع من سنة لأخرى. والأنظمة ديال إنتاج الغداء السائدة حالياً واللي كتعتمد على التنبؤ الدقيق كتواجه صعوبات كبيرة باش تحكم في هاد البيئة الطبيعية بالرغم من الاستثمارات الضخمة. هاد طريقة الإنتاج الغداء ماشي مستدامة وماشي مفروضة علينا نعيشو بها، هي نتيجة لخيارات اقتصادية
كتهتم فقط بالربح ومراكمة رأس المال بلا ما تراعي البيئة ديالنا والحاجات ديال مجتمعاتنا. اليوم كنقف أمام تحدي إيجاد بدائل لإنتاج الغداء اللي كتأقلم معها الظروف المناخية المتغيرة، والرعي المتنقل يمكن يكون أحد الأجوبة لهذا المشكل. الرعاة المتنقلين قدروا يلقاو أجوبة مستدامة في الماضي، ترحل ديالهم للبحث عن الكلاء، ومعرفتهم بالبيئة ديالهم ووعيهم بضرورة حماية الموارد ديالهم خلاهم يطوروا أنظمة رعوية قادرة على التأقلم مع الجفاف وتقلب التساقطات المطرية وتحمل ظروف مناخية غير متوقعة. في الظروف الحالية الرعاة الرحل كيواجهوا تحديات كبيرة، حرمانهم من العديد من المراعي ومسارات الانتجاع بالسطو عليها لصالح أنشطة اقتصادية أخرى، والتشريعات اللي كتعقد التنقل ديالهم أضرت بأنظمتهم الرعوية وخلت أغلبهم يتخلاو على نمط العيش ديالهم. حدود الدول ما بعد الاستعمار كذلك حرمات العديد من المجتمعات الرعوية من الولوج المراعي، كانوا كيستغلوها تاريخيا وكان عندها نتائج كارثية على المعيشة ديالهم. مازال العديد من الرعاة صامدين ومتشبتين بنمط عيشهم وثقافتهم رغم كل التحديات اللي كتحد من المرونة ديالهم وقدرتهم على تحمل الجفاف والتأقلم مع التغير المناخي. خاصنا اليوم نسمعوا ليهم وندعموهم باش يسترجعوا الحق ديالهم في الأرض والماء وحريتهم في التنقل وحماية المراعي ديالهم من السطو. من المهم كذلك نخدموا على المستوى الإقليمي باش الرعاة يشبكوا العلاقات بينهم ويستفدوا من تجارب بعضهم البعض ويقدروا يتنقلوا عبر الحدود باش يستغلوا تباينات في التساقطات المطرية لصالحهم.